داء الكلب. مرض فيروسي معدي يصيب الجهاز العصبي ويؤدي إلى الوفاة. ينتقل داء الكلب إلى الإنسان عبر عضات الكلب والقطط. أعراض مرض داء الكلب: صداع وحمى وتوعك، الشعور بألم مخزي شديد وحكة شديدة، الإحساس بالخوف، الخوف من الماء والضوء، صعوبة في البلع، وهيضانة المنجات، شلل جزئي أو تدريجي في الجهاز التنفسي. يستمر المرض من يومين إلى 6 أيام ثم يتوفى المريض. إسعافات أولية للمصاب بعضة الكلب: قص الجروح والخدش بالماء الصمود لمدة 15 دقيقة. معالج الشخص المصاب بعضة الكلب بإسعافات أولية في أرقى مرفق صحي. إعطاء لقاح المصل الواقع في أقصى ممكن عقب التعرض لعضة الكلب المشتبه وإصابة بداء الدواء. تجنب خياط الجروح الناتجة عن العضة. إعطاء الشخص المعضود جرعة من اللقاح الكزاز التنس. في حال تعرض أي شخص لعضة الكلب يجب عدم قتل الكلب إذا كان مملوك مراقبته على الأقل 10 أيام. في حال موت الكلب يتوجه إلى مركز مكافحات استكمال جرعات لقاح داء الكلب. الوقاية من تعرض عضات الكلاب: عدم التحرش بالكلاب أو الاحتكاك بها، التخلص من الكلاب الشاردة، عدم رمي القمامة من المنزل أو في الحارات، تفادي تجمع الكلاب الضالة. في حال وجود الكلاب يشتبه بإصابتها بالسعار يجب البلوغ عن الجهات المختصة. منع الأطفال من اللعب مع الكلاب حرصا على سلامتهم.